بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ إن شاء الله المحاضرة الخامسة في مادة الميكانيكال درون ME105 معاكم الدكتور محمد عمر هندي. النهاردة بنتكلم في السلايد ديات اللي قدامك على التولرانسز في الفورم اند بوزيشن. في الحقيقة الشكل اللي قدامك اللي هو A هو المفروض يكون دائري. لو انا جيت قسته كقطر اكتر من مرة على مدار السيركوليشن بتاع الدائرة بتاعت القطر ممكن الاقي فيه اختلاف. تاني بالنسبة للبي شكل بي السيكنس بتاع البليت اللي قدامك ممكن لو قسته على طول البليتة هلاقي ممكن في اختلاف. الاسطوانة اللي قدامك اللي في سي لو انا قست الستريتنس بتاعها على طول الاسطوانة ممكن الاقي في انحراف في الستريتنس. يعني في ايرورز في الفورم في اي شكل ممكن يصادفني. فعلشان كده احنا بندرس التولرانس المسموح به في الفورم او البوزيشن بتاع الجزء بتاعي. في السلايد اللي قدامنا ده لو انا عندي فيه انحراف في القطر بتاع الدايره ممكن يكون على شكل إلبس. يعني هنا ما بقتش دايره لان القطر اختلف من منطقه الى الثانيه، فهي هنا يبقى فيه تولرانس في الكروس سكشن اريا بتاعي. طيب لو في عدم استواء بالنسبه للسطح اللي هو بي اللي في شكل بي في بيمنت، يعني في طالع ونازل، فممكن يعمل لي تولرانس في الفوليوم. كمان بالنسبه لايه هيبقى في تولرانس في الزون نفسها في المساحه والزون. فده لازم برضو طبعا نديله التولرانس بتاعه المسموح به في كل اليمنت علشان ما اللي بيصنع ما يحطش اي ابعاد من عنده وبالتالي الشغلة بتاعته ما تبقاش دقيقة. هنا بالنسبة لي في داتم فيتشر بنحطها على الشكل بتاعه الاسطح بتاعتي بحيث يبقى ده مرجع بالنسبة لي، ده متعامد معاه، ده متوازي معاه. فيبقى عندي هنا المربع اللي مرسوم فيه حرف A ده الديتم ليتر الديتم ليتر وبعمل مثلث وبنسوده ده الديتم تريانجل والسطح نفسه الديتم فيوتشر. طيب مثال، يعني انا عندي سطح اهو ومبين الديتم فيوتشر وعندي الديتم ليتر اللي هو الاي علامة التوازي ده التولرانس سيمبل والاتنين من مية دي التولرانس فاليو. فدي اللي بنحطها على الأسطح. احنا كنا ادينا امثلة قبل كده في المحاضرات اللي قبل كده او اشكال كانت جاهزة فيها الديتم فيتشر دي كلها. طبعا السيمبلز بتاعت الكاركترستكس اوف جيومتريكال تولرانسز احنا خدناها قبل كده، بس دي متجمعه كلها وكل سيمبل مكتوب قدامه اسمه. يعني اول واحده مثلا ستريتنس اللي هي الاستقامه، ثاني واحده الفلاتنس اللي هي التسطح، ثالث واحده اللي هي الراوندنس او السيركولاريتي اللي هي الاستداره، السندليكاريتي اللي هي الاسطوانيه، البروفيل اوف اني لاين شكل اللاين نفسه، وهكذا. بالنسبه لكل الرموز عندك وقدامها الاسم بتاع كل واحده فيهم. هنا السلايد ديت بتبين لي ازاي انا بقى اشير الى
السطح والتولرانس اللي ممكن يحصل فيه بالنسبة للفيوتشر كنترول. بنحط الرمز وبنحط قيمة التولرانس لما بنساور بسهم كده على السطح. طب هل ينفع ان انا اشير بسهم من فوق ومن تحت؟ ممكن، بس ما يكونش رأسين السهم متقابلين زي اللي موجود في سي. في سي هنا غلط، انما في الاي وفي البي ده اوكي صح. طيب لو في سيركولاريتي اللي هو الاستدارة، او عندي ممكن بعبر عنها بشكل ده بالنسبة للقطر، وبحط برضو الخانتين دول، الخانة فيها قيمة الرمز والتاني فيها قيمة التولرانس بتاعك. طب لو عندي انا سنتر لاين، سنتر لاين ده الاستقامة بتاعته يعني ايه؟ انا عندي هنا تو هولز، الهول الصغير والهول الكبير لازم يكونوا على نفس السنتر لاين، فيبقى هنا برضو بحط الرمز بتاعي وبحط قيمة التولرانس اللي ممكن اسمح بيها. في السلايد ده في تيبل بيبين لي الستاندردز اللي بيتبع فيه الصناعة، وده بيعتبر انترناشنال ستاندردز. هنا الستريتنس مثلا والستريتنس تولرانس، هنا مثلا السيركولاريتي تولرانس، وهكذا. يعني في كل الحالات وبيدي أمثلة بيبين لي قيمة التولرانس والرمز بتاعها. هنا برضو بقية التيبل من حيث التعامد ومن حيث الريفيرد سيرفيس وبنحط له الرمز، وهنا برضو من حيث الزاوية بتاعت التعامد قيمة التولرانس قد ايه، وهكذا بالنسبة لبقية الرموز. هنا في اخر حاجة في الجدول في الحقيقة الكونسنتريستي والكوست اكسيلتي عندك موجودة بالشكل اللي انت شايفه، بنعبر عنها ازاي بالاسهم اللي قدامك، علشان نقول والله الكو اكسيلتي قد ايه في التولرانس بتاعها، او الكونسنتريستي بتاعتي التولرانس بتاعتها قد ايه. هنا برضو تابع للجدول بيبين لي مثلا السيمتري تولرانس، ومبين لي هنا الريفيرد سيرفيس ورمز له بايه، وبيبين لي التوازي وقيمه التولرانس وريفيرد لي ايه، واكسيال مثلا راوند او ريديال، وهكذا بالنسبه لكل الجيومتريكال تولرانسز عندي الرمز والمثال بتاعها واسمها. ده اكسرسايز هتعمله، ده في الحقيقه شامل كل حاجه مطلوبه في البرودكشن دروينج، فهم تو فيوز يترسموا زي ما هم، بس انت دلوقتي فاهم معنى الرموز دي ايه، يعني التعامد تعني ايه، التوازي تعني ايه، الكلمة M 30 في 2.5 دي تعني ايه. طبعا انت فاهم M يعني متريك ريد، والميجور دامتر 30 والبيتش 2.5 لان احنا شرحناها قبل كده. فاهم كلمة 20 وبلس وماينس 0 بلس بوينت 12 من 100 وزيرو دي مفهوم دي تعني، والسيرفس رافنس قدامك الارقام بتاعتها، والجيومتريكال تولرانسز برضو محطوطه. يعني ده رسم انتاجي كامل يقدر لو نزل الورشه يقدر يتنفذ وما يبقاش فيه اي نسبه اخطاء كبيره. يعني في الميكانيكال سيستم في حاجه اسمها الكابلنج،
اللي هو الفرنشات لما او الاجزاء اللي بتتربط مع بعضها دي، او بتتعرف كنوع من انواع اللينكج بين تو روتيتنج شافتس. في الحقيقه الجوينتس ديت بتتربط مع بعضها عشان يلفوا مع بعض. الجوينت دي بتبقى بين الشافت مثلا وشافت اخر. طيب بكلمه بسيطه خالص ممكن نعبر عنها، نقول ان الكابلنج بتستخدم لربط تو شافتس مع بعضهم عشان انقل باور او انقل مومنت، يعني باور ترانسميشن سيستم، في زي مثلا التولز جير اللي جوه الانجنز، الكابلنج بتاع الانجن، كابلنج شافت بتاع الانجن بتاع الانجن بتاعي، محركات يعني، وحاجات كتير قوي بتستخدم فيها الكابلنج في الماشينز عموما. الكابلنج دي موجوده، هي بتستخدم للميكانيكال باور ترانسميشن. اول نوع من انواع الكابلنج الاولد هامز كابلنج، ودي باسم عالم اسمه اولد هام، ودي مكونة من 3 ديسكس، ودي بتستخدم ل 2 بارل شافتس ولكن اكسنتريستي، يعني مفيش محاذاة في الاكس، مش قدام بعض بالظبط. طيب يعني مس الايننج. طيب ال 3 ديسكس دول هنشوف شكلهم في السلايد اللي جاية، ولما بيتحركوا بيتحركوا زي سيركولار اوربت. احنا قلنا الاولد هامز كابلنج بتستخدم ل او نقل الباور من اكس الى اكس، متوازيين صحيح ولكن مس الاين، يعني مش على استقامه واحده. الاولد هامز كابلنج مكونه من 3 ديسكات، اول واحد بيسموه درايفنج فلانج، هو القائد او الفلانج القائده، ودي فيها نتوق مستطيل. الدريفن اللي على اليمين ده دريفن فلانج، ودي فيها برضو نتوق مستطيل. اللي في النص بيسموه التانج، وده فيه مجرتين، المجرتين دول متعامدين مع بعض، وكل نتوق من الدرايفنج او الدريفن بيركب في المجرة اللي ناحيته. طيب تجميعهم ازاي بيكونوا؟ اهو الشكل اللي تحت اللي قدامك، وهي اما لما بتيجي الثلاث ديسكات دول يلفوا مع بعض بيلفوا في شكل اوربت مش شكل دائري، يعني بياخد شكل بيضاوي شويه، ودي هندرسها بالتفصيل ان شاء الله في محاضرات قادمه. في السلايد ديت بنعرض الهوكس كابلنج، ودي في الحقيقه احيانا يسموها اليونيفرسال كابلنج، ودي مكونه من حرف يو، شكل حرف يو، وفي اكس برضو في توب. الحرف يو دي فيها زي بنسميها الفورك، وبيبقى فيها في الحرفين بتوع الحرف يو فيهم توب، والاكس اللي هو الاحمر ده في برضو توب. التلات تقوب بيجوا على محور واحد وبيركب فيهم بنز، البنز الاورنج ده، وبيدخل فيه بعد كده في البنز الاورنج ده فيه هول في نهايته بيخش فيه تيلة تربط الاتنين، دي زي الجرار اللي بيشد المقطورة بتاعت العربي، يعني في الحقيقة دي بتنقل قوة. صحيح في الفورك او نهايه الفورك مع الاكس ده بننقل قوه. النوع الثالث في الكابلنج بيسموه دبل هوكس كابلنج، وده بتبقى 2 يو
مش اكس وواحده يو، لا الاثنين يو، وفي ديسك، الديسك ده فيه ثقبين متعامدين، كل ثقبين قدام بعض بيخش، بتخش من ناحيه اليو، وفي بنز بينفد من منها، ومن الناحيه الثانيه برضو بتبقى متعامده عليها الثقوب وبتخش برضو من اليو الثانيه بنز وبينفد. يبقى انا عندي هنا كان عندي دبل في الحقيقه للهو، ودي بالنسبه ل بتبقى مش قوي في السبيد، يعني لما بتكون بتستخدم في عمليه الاوت بوت سبيد بتاعتي بتكون ار نوت يونيفورم، ولكن والافيشنت باور بتكون دايما المفروض مطلوبه يونيفورم. مع الدبل دي بنحاول نوصل لايه، يبقى يونيفورم بالنسبه للسبيد. الريجيد كابلينج ده رابع نوع، بيتقسم لثلاث انواع، ماف كابلينج والكلامب كابلينج والفلانج كابلينج. الماف كابلينج في الحقيقه هي عباره عن سليف، او احيانا بيسموها سليف كابلينج، هي عباره عن نوع من الهولو سيلندر، بتوصل بين درايف ودريفن شافتس مع بعض عن طريق كيز خوابير، ونوع الخابور ده بيكون سانك كي، وفي الحقيقة هي بتبقى سهلة خالص. الأقطار بتاعتها في الحقيقة المسموح بيها بالنسبة للشافتس بتتراوح يعني للي يزيد من 70 ل 80 ملي في القطر. طبعا في انواع بتتربط مع بعضها عن طريق، بيبقى نصين وبيتربطوا عن طريق انكي، مفاتيح انكي زي ما هنشوف في السلايد اللي جايه دلوقتي ان شاء الله. اللي قدامنا دي الماف كابلينج، النصين النص بيتربط مع النص عن طريق مفاتيح انكي، و في مجرى الخابور باين اهي من الناحيه دي، ومن الناحيه الثانيه برضو في مجرى خابور، يعني بيتمسك الشفط ده والشفط ده عن طريق تو كيز او خابورين. يعني الكلامب كابلنج هو في الحقيقه موديفيكيشن للماف كابلنج، هنا ما بنمسكش الشفط ب خوابير زي قبل كده، لا ده هي بتبقى تو سبليت ماف كابلينج، يعني تو سبليت بتقسم لنصين، وبنربط النصين دول مع بعض على الشافت من هنا وعلى الشافت من هنا باربع او ثمان مسامير وصواميل، يعني هي تطوير شويه لل النوع الماف كابلينج. وهنا غير مسموح بأي اهتزازات أو إن هي تلف أي فايبريشن، ما بتسمعش خالص، إن بنمسك عليها جامد بالصواميل والمسامير. الريجيد فلانج كابلينج دول تو ديسكس في الحقيقة، بيربطوا التو شافتس مع بعضهم عن طريق مجموعة من الثقوب بيمر من خلالهم مسامير وتتربط بورد وصواميل، ودي طبعا بيبقى في نفس الوقت الفلانشتين المربوطين مع بعض لهم امتداد اسطواني، في مجرى خابور من هنا ومجرى خابور من هنا، بيمسكوا التو شافتس مع بعض، عشان دي اقدر افك الشافت ده والشافت ده، وبفك طبعا الايه الفلانشتين مع بعض عن طريق فك الصواميل والمسامير. ده الريجيد فلانجت كابلنج، وقدامنا الفلانشتين اهم، وقدامنا باينه مجرى الخابور من الناحيه دي، وطبعا راس المسمار من ناحيه والصاموله والورده من الناحيه الثانيه. لو في مس الاين بين
التو شوتس، وكنت مستخدم الريجيد كابلينج هيحصل ديفليكشن في الشوتس وتسخن وممكن تتكسر. عشان كده بنستخدم لها النوع الخامس ده اللي هو الفليكسبل كابلينج. الفليكسبل كابلينج ده في الحقيقة احنا بنعمل تجويف وبيخش فيه الجلب من مادة رابر او مادة طرية، وبنحط المسمار ينفد منها، وبالتالي لو حصل اي ميس الايننج الايمنت اللي بيشيلوا الرابر ده او الجلب الرابر ده، البوش دي اللي هي طريه ممكن تسمح بعمليه اكسنتريك يتراوح ما بين من 1/10 من الملي الى 5/10 من الملي من الميس الايمنت. شكل الفليكسبل كابلنج قدامك اهي المسمار، وجوه كل جسم مسمار في الجلبة الرابر ديت، ولها مكان في الفلانشة التانية. ده نوع من أنواع الريجيد كابلينج، بنحط جوان بينهم. الجاسكت أو الجوان ده بيبقى مانع للتسرب، بيتحط بين الفلانشتين وبيكون المادة رابر أو مادة طرية زي الكالنجريد، او احيانا من الالومنيوم الرقيق او من النحاس. طيب بيتحط بين الاثنين وبيتربط بصواميل ومسامير، طبعا الفلانشتين مع بعض، وطبعا كل فلانشة فيها في الزور بتاعها ده في مكان الخبور، وبيتربط الشافت مع الفلانشة من الناحية ده بخبور ومن الناحية التانية برضو بخبر، ودي نوع من أنواع ريجيد كابلينج برضو. ده الأسمبل درون بالنسبة للريجيد كابلينج مع وجود جاسكت بين الاثنين. دي الأسمبل بتاعة الفليكسبل كابلينج مع وجود جاسكت كمان بين الاثنين. طبعا انت شايف الـ كل مسمار فيه الجلبة اللي هي الرابر اللي لونها اصفر، وفي طبعا الشافت هنا فيه مجرة عشان يركب فيها الخبور مع الفلانشة، ومن الناحية التانية برضو فيه مجرة للخبور. طبعا الخبور هنا اهو باين واضح، وهنا برضو الخبور واضح، وفي بيتربطوا الفلانشتين بورد وصواميل. طبعا المسمار بينفد في التجويف اللي موجود للجلبة الكاوتش دي او الرابر، بتبقى موجودة في الفلانشة من الناحية دي اللي بيتركب فيها رأس المسمار، ومن الناحية التانية بيبقى في الهول مختلف شوية، والصامولة والمسمار هي اللي بتربط نهاية الصامولة، والوردة بيربطوا نهاية المسمار من الفلانشة التانية. ده مسقط رأسي لتجميع الفلانشتين مع بعض وبين الخوابير اللي فيهم، وهنا المسامير في اتجاهها، بس هنا دي ما فيهاش جلب، يعني ده ريجيد كابلينج. ده الرسم للإليفيشن للريجيد كابلينج متجمع. طبعا بس هنا الصواميل والمسامير في اتجاههم الى اماكنهم وربط يتربطوا مع بعضهم، بس هو بيبين لك خطوط الرسم بتاع الإليفيشن للرسمة مجمعة. الكلاس وورك المطلوب منك هترسم كل الأجزاء بتاعت الفلانج كابلينج، وهترسمها كأسمبل دروينج فيما على تو فيوز، هاف سيكشن إليفيشن وسايد فيو، زي ما هو موجود في السلايد اللي جاي دلوقتي. في السلايد دي بيبين لك البارتس بتاعت الريجيد كابلينج، ومبين لي
الدايمنشنز عليها، والمفروض انت بتجمعها وبترسم زي ما هو مطلوب المسافة المطلوبة في السلايد اللي قبل كده. في الرسم اللي قدامك في ده مسقطين، واحد فيهم نصف قطاع والتاني قاطع عند الشافت، يعني كأنه قاطع الشافت. هو في الحقيقة مش قاطع، يعني هو الخط الفاصل اللي واخده كأنه قطع الشافت بالعرض يعني، فعشان كده هو مشهور لك من الجنب. يعني مسقط اللي هو سايد يوم، ما هوش قطاع. اللي مطلوب من حضرتك انك هترسم المسقطين سايد فيو زي ما هو، وهترسم الهاف سيكشن اليفيشن اللي عندك ده، لا هترسمه فول سيكشن اليفيشن. وده اساينمنت لازم تقدمه للمعيد بتاعك في ميعاده الاسبوع اللي بعده على طول، يعني لما طلب منك تاني اسبوع تسلمه عشان تاخد عليه درجات. في النهاية انا بشكركم على حسن المتابعة، ورجاء الالتزام بالدخول على المحاضرة في ميعادها، والالتزام بحضور السكشن والرسم داخل السكشن مهم جدا، او داخل المعمل يعني مهم جدا، وبتاخد عليه درجات، والاسايمنت كمان بتاخد عليه درجات، والكويزز اللي بتتعمل لك بتاخد عليها درجات، وكل ده بيجمع لك درجات الاعمال اللي انت محتاجها علشان ترفع الجريد بتاعك في المادة ان شاء الله. مع تمنياتي لكم التوفيق، معكم الدكتور محمد عمر هند.